كده انت يعتبر انت مكنت الكتف بتاعي من كل ناحية، وبتقفل الجالب وتخبط عليه عشان الجالب بيكتم مع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معنا الدوران اللي انت شايفه كده الارج، وده منظره في التشطيب الصورة المقتبس منها الارج. طبعا بسم الله توكلنا على الله. انت عشان تعمل الارج ده فانت محتاج تعمل حاجة مهمة جدا، ان انت تعمل القوس، تعمل قوس لان الارج زي ما انت كده شايف فيه قوس. فعشان انت تعمل قوس فانت محتاج تعمل دايرة، وعشان تعمل دايرة فمحتاج يبقى ليك سنتر للدايرة بتاعتك. في الفيديو اللي انت شايفه كده اول حاجة هنركز فيها على السنتر بتاع الدايرة اللي انت هتشتغلها. في خيط اللي حركه ابو حمولي زي ما انت كده شايف ليه سنتر، السنتر اللي هو انشاور لك عليه كده، ايوه هو ده السنتر بتاع الدايره بتاعتك. السنتر دوت انت هتعمل الارتفاع بتاع الارج مثلا وليكن 2 متر و20. لو هو 2 متر و20 يبقى انت تحط نقطه السنتر عند ارتفاع 1 متر و10. واضح؟ اكيد واضح. ايوه زي كده. بص ده الارتفاع 1 متر و10 اللي هو النص، وهتبعد مسافه من الارج لغاية السنتر دي انت بالقدر اللي انت محتاجه تعمل اللفة بتاعت القوس. محتاج تعمل القوس مثلا لفة واسعي فاتبعد السنتر، عايز تخلي لفة القوس اللفة قوية شوية او واخدة كيرف عالي فانت دوج اللي هو السنتر. يعني خلينا على الفيديو اللي احنا عملناه. اول حاجة حطينا وشدينا الخيط بتاعنا، عملنا حوالي تقريبا 2.5 متر. بعد كده هتبدأ تقسم الارتفاع بتاع 2.5 متر، هتقسمه مثلا على 3 أجزاء. ال3 أجزاء دول عبارة عن 3 فتحات. احنا اشتغلني أول فتحي زي ما انت كده شايف، رفعناها حوالي 60 سنتي، وخدنا مدموك على سافي وديب سيخ. تمام، طبعا كان في سيخ كنات فجبنا سيخ كنات. لو مش موجود سيخ كنات، لو هو سيخ 3 لينا أو 4 لينا هيكون أفضل، بس المسافة صغيرة، المسافة طوبة 2 3 4 5، يعني 5 طوبات ما فيش اي مشكلة. جبنا سيخين كنات، اتنين يعني حبتين من سياخ الكنات وحطيناهم، يابا هتديك قوة كويسة. تمام، طبعا بالنسبة ده لأول رف كويس. طبعا احنا اتكلمنا عن الخيط الاولاني اللي هو بتاع السنتر، والخيط التاني ده اللي هو مشدود ان انت تشد الخيطة بحيث ان الحيطة تبقى معاك ماشية وزنة وحدي، فدي ما فيهاش اي مشكلة. طبعا احنا شغالين الارج على شغل قديم، الشغل اللي هو عليه الاولاني ده شغل قديم، احنا بنعمل الارج ده شغل جديد فملناش علاقة بالشغل الاولاني، بس فقط احنا شادين خيط على الوزن اللي على اليمين وعلى الوزن الشمال. طبعا لازم تشيك بالوزن، ما ينفعش تمشي على شغل الا اذا وزنت الوزنة بتاعتك مظبوطة. تمام كده خلاص، ادي الخيط اللي هو شغال عليه ابو حمولي اللي هو ده بيلف عليه السنتر بتاع الدايري كويس. طبعا تبدأ ترفع ومع تحترم الخيط بتاع السنتر وتحترم الخيط اللي انت ماشي عليه عشان خاطر الوزنة بتاعتك تطلع مظبوطة كويس. تمام، طبعا لو انت عايز تعمل الارج ده وعندك مساحة كبيرة فما فيش مشكلة، تبدأ توسع المساحة براحتك خالص. ايوه كويس، احنا كده عملنا سجالة ورفعنا على تاني شباك كويس. تاني الشباك زي ما انت كده شايف برضو حوالي 60 سنتي. تبدأ تعمل عد الجالب على سيفي بحيث ان انت لما تدخل السيخ يدخل في الاخرام بتاعت الطوبة، مفيش اي مشكلة يعني. كويس، طبعا السياخة لو في سيخ في لوية كده لازم يتعدل عشان يدخل السيخ للآخر كويس. تمام كده عملنا شباكين، ناقص الشباك الثالث، وترفع الكتف اللي على اليمين. أيوة تمام، دي 60 وفوق 60 برضه. تمام ينفع تعمل شب بدل 3 شبابيك، ممكن تخليهم 4 مفيش مشكلة يعني زي ما انت حابب. يعني هي الشبابيك دي هتستغلها في كديكور في الورد، تستغلها براحتك يعني على حسب الديكور بتاعك مفيش اي مشكلة.
طبعا الخيط اللي فوق ده هيتحرك عادي، لكن الخيط اللي هو بتاع السنتر ده ما بيتحركش. طول ما انت دقيت مسمار هتدق مسمار وتمشي عليها بالظبط، وتمشي واخد بالك ايه، طب انت العلامة معلمة وتمشي بيها على طول كده، ما يزيدش ولا ينقص، بحيث ان لفة القوس تطلع معاك مظبوطة، ما فيهاش زيادة ولا فيهاش نقص. بص القوس هيبدأ معاك من تحت، مثلا لو انت خدت المقاس بداية القوس من تحت مثلا متر، ففوق يبقى يديك متر، بحيث ان القوس يبقى موازي للي فوق زي اللي تحت. ما تخليش مثلا القوس يوسع منك فوق ويضوج تحت، حاول بقدر الامكان تخليهم قصاد بعض، هيديك منظر افضل كويس. لمحة يعني بسيطة كده. في هنا عاد طبعا بدأ القوس يطلع لبره، فحاول ان انت تسنده بعرض، بحيث ان على ملمونة تشد وتنشف. ملمونة شدت ونشفت، فخلاص مفيش مشاكل، هتحوش العرق والبنية تبقى سليمة معاك. تقريبا احنا كده وصلنا للارتفاع اللي احنا محتاجينه. تمام، طبعا تحط خشبة مفيش مشاكل، دراع كريك، يعني انا استخدمت الايد بتاعت الكريك عشان نوزن بيه، فانت الحاجة المتاحة قدامك استخدمها يعني من غير يعني لف ولا دوران. معاك خشبة استخدمها، معاك ايد الكريك، اهم حاجة تكون حاجة مستوية يعني. طبعا هتوزن وتحط مثلا خشبة كويس. دي كده القفلة التالتة، يعني كده احنا عملنا 3 شبابيك. جميل كويس كده. طبعا السياخ ما تنساش، لازم تحط سياخ في المسافات الصغيرة دي، مفيش مشاكل. تستخدم كنات، معاك حديد 2 3 قالين 4 قاليني مفيش مشاكل، بس لو استخدمت كنات مفيش أي مشكلة، لأن المسافة قريبة خالص، يعني 4 طوبات 5 6 طوبات مفيش أي مشكلة. لأن أنت لو ما استخدمتش كنات هتمسك، بس يعني الكنات من باب أقوى يعني، وباب أفضل إن أنت تعملها إن شاء الله، مفيش أي مشكلة. تمام كده خلصناه. تاني يوم طبعا يكون القرش شد، فتشيل الطوب دوت اللي انت عامله ده، لان هو كان عبارة عن سنادة كده، خلاص مفيش اي مشاكل. بعد كده تشيل العرق وتبدأ تشتغل في تاني يوم عادي، تكسر في الحيطة دي. لو انت ما عملش كتف، هنا كتف كان مبني من الاول، فانا كسرت وحطيت الخشبة بتاعتي، وشايف حطينا الجالب وفتحنا مكان سخين، المفروض هنا يبقى معانا شريور، ما فمفيش شنيور، فعملنا الفتح. بعد كده حطينا الجالب وجبنا السيخ. تمام، ودخلنا السياخ. بعد كده تحط الجالب كويس وتدخل السيخ حوالي 10 سم في الجدار اللي هو مبني دوت. لو هو الجدار انت ما بنيهش، فينفع انت طالع بكتف، فهتدخل السياخ حوالي 10 15 سم 20 سم، وتبدأ تقفل بالطريقة اللي انت شايفها كده. تمام، هتعبي مونة كويس وتحط الجالب، تعبي مونة وتقفل كده. انت يعتبر انت مكنت الكتف بتاعك. طبعا السياخ 4 قاليني قوية جدا، هتحط سيخين كفاية على حسب المسافة. لو المسافة كبيرة حط 3 سياخ مفيش أي مشكلة. بالنسبة للمسافة هنا 1.5 متر، فحطينا سيخين هيظبط الكلام خالص. طبعا بالمنظر اللي انت كده شايفه، هتعبي الموني من كل ناحية وتكفل الجالب وتخبط عليه عشان الجالب يكتم مع الجالب اللي بعديه. هتعبي مونة كويس. تمام كده 100 فل و14، عبينا الموني. تمام، هنبدأ نقفله بالمنظر اللي انت كده شايف. طبعا لو انت عندك مساحة ان انت تصبها خرسانة هيكون افضل، مفيش اي مشكلة، لو هتصب خرسانة هيكون افضل، بس انت لو حطيت سخين والتكفيلة دي هتبقى تمام ان شاء الله، مفيش اي مشكلة. عايز تزود لو المساحة كبيرة زود، خليهم 3 سياخ. تمام خلاص كده الحمد لله، احنا كده قفلني ونبدأ نقفله فوق الارض. لاحظ هنا واخد بالك في بروز طلعت بيها حوالي 10 سم عشان في الكاميرا، لو انت طبعا مركز في الكاميرا فيها بروز من فوق، فطلعنا معاه عشان بعد ما تتمحر يبقى الشكل كله موحد،
ما يبقاش في خلل في الشغل. وبكده يعتبر ان شاء الله شطبنا الارج بالمنظر اللي انت كده شايفه. طبعا في اخر مدمكين من فوق قفلناهم طوب مصري، الطوب المصري ينقص حوالي سنتي او 2 سنتي عن الطوب المخرم، فجبنا مدموك سنتي من بره وعبيناه بالمونة بالمنظر اللي انت كده شايفه. فممكن واحد يسأل انت ليه عاملها كده، دي عبارة عن سنتي نقص فيه، فاحنا زودناه بالمونة. بعد ما تيجي المحارة كده تظبط معاها مفيش اي مشكلة، وده المنظر النهائي في المباني، وده ان شاء الله بإذن الله المنظر بعد التشطيب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.